أرحب بكم مرة ثانية في الجزء الثاني من درسنا. لقد تكلمنا في الجزء الأول عن ضمائر رفع المخاطب، وهي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. كملنا أنت وأنت مع الفعل كيف يكون علامة. فالآن ننتقل إلى الصفحة التي بعدها، التي هي أنتما وأنتم. الآن إذا نظرت إلى الجدول هنا، نرى أنتما مع فعل ماضي عندنا شرب زائد تما، نزيد تما في آخر الفعل فيقول شربتما، ثم فعل مضارع تا زائد شرب زائد ألف ونون فنقول تشربان. إذن عندنا تا الذي هي هذه تا، ثم شرب شين را با شرب، ثم عندنا ألف ونون الذي هو ألف ونون فأصبح تشربان. أنتما يو تومن يو توفمن فنقول أنتما تشربان الماء، you are drinking water. نعم، هذا بالنسبة للمذكر والمؤنث. ثم في الأمر نزيد ألف في أوله فنقول شرب، زائد ألف في آخره فنقول اشربا. إذن ألف في أول الفعل، ثم الفعل شرب، ثم زائد ألف في آخر الفعل، ألف الاثنين فنقول اشربا. ثم نأتي إلى أنتم، يو بلورال من فنقول في الماضي باستنس شرب زائدتم شربتم، ثم فعل المضارع تا زائد شرب زائد واو زائد نون، تا زائد فعل شرب ثم زائد واو ثم زائد نون فيقول تشربون. تا هذه تا هنا، ثم شرب هو هذا شين را با با شين را با تشرب، ثم واو هذه واو، ثم نون هذه نون فأصبح تشربون. أنتم تشربون فعل مضارع present continuous tense. ثم فعل أمر نقول ألف في أوله، ثم فعل شرب زائد واو ثم زائد ألف، مثل هنا نزيد واو ونون في واو وألف فقط، واو ألي واو وهنا ألف ونون. فهنا في الأمر نقول اشربوا جمع أنتم، يو اشربوا الماء، اشربوا الماء، اكتبوا اشربوا، اذهبوا، ارجعوا، اجلسوا، وهذا كله في الأمر نستعمل في هذه الطريقة. ثم الآن ننتقل إلى الصفحة الأخيرة التي هي أنتن، فنقول فعل مضارع فعل ماضي شرب زائد تن، تن يكون شربتن، شرب زائد تن يكون شربتن. ثم فعل مضارع تا زائد شرب زائد نا يكون تشربنا، تا زائد شرب زائد نون يكون تشربنا. ثم فعل الأمر ألف زائد فعل شرب ثم زائد نون يكون اشربنا. هذه طريقة التغيير في هذا أنتن، أنتن يو بلورال فيمل، شرب زائد تن كن شربتن، أكلتن، كتبتن، ذهبتن، جلستن. ثم فعل المضارع نجعل تا في أوله زائد شرب زائد نون ثم نقول تشربنا، أنتن تشربنا، أنتن تجلسنا present continuous tense، تشربنا، تأكلنا، تجلسنا، تكتبنا. نعم. ثم في الأمر نجعل ألف همزة الوصل، ثم شرب ثم زائد نون فنقول اشربنا، اجلسنا، خرجنا، اتركنا، اسكتنا، وهكذا. هذه كلها ما يتعلق بضم إناث. ثم بعد ذلك نأتي إلى تمرين التطبيق. تمرين التطبيق نقول دخل معلم في الفصل فبدأ يقدم التوجيهات إلى الطلبة، ف
فقال يا أحمد يا أحمد أنت أنت نتأخر تتأخر إذن الصغير هو تتأخر أنت تتأخر كل يوم تأخر تأخرت كذلك اليوم تأخر تأخرت إذن الصغير اليوم تأخرت كذلك في الماضي إذن تحضر أحضر المدرسة المبكرة إذن الصغير هنا أحضر وليس تحضر إذن أحضر إذن تحضر إذن أحضر المدرسة مبكرة ثم قال لعائشة يا عائشة أنت تنامين أنام الصغير تنامين في الفصل أحيانا واليوم نام نمت الصغير اليوم نمت كذلك استمع الصغير استمع إلى الدرس واتركي النوم نأتي إلى الصفحة التي بعدها فنقول ثم نادى سعيدا ومحمودا هذا مثنى فنقول فقال لهما أنتما تحضران الصغير تحضران أنتما تحضران في المدرسة على الوقت واليوم حضرتما الصغير حضرتما وليس حضر ومبكرين أيضا استمر على هذا الصغير استمر على هذا ثم نأتي إلى نقطة أخرى التي هي ثم أمر محمد وسالم وعلي هذا يعني أنتم جمع ذكور بالقيامة فقال له أنتم تتلف إذا الصحيح أنتم تتلفون وليس تتلف جمع مذكر أنتم تتلفون وليس تتلف ممتلكات المدرسة واليوم كسرتم في الماضي كسرتم اليوم أنتم كسرتم زجاجة نافذة احفظوا صحيح احفظوا ممتلكات المدرسة ولا تتلفوها ثم نأتي إلى النقطة الأخيرة التي هي ثم كلم سمية وميمونة وسميرة فقال لهن أنتن تشاركنا الصحيح تشاركنا في الحصة بالسؤال والإجابة تشاركنا ليس نشاركنا الصحيح وهذا تشاركنا واليوم كذلك شاركتنا اليوم كذلك شاركتنا الصحيح شاركتنا كثيرا شاركوا كذلك شاركنا الصحيح هو شاركنا وليس شاركوا نعم كذلك الآن أريد أن أقول لكم نقطة واحدة هناك حروف المضارع حروف المضارع عندنا ألف نون يا وتاء هذه تسمى حروف المضارع فعل مضارع present continuous tense يبدأ بهذه الحروف أنا أنا نقول أكتب أنا أكتب ثم نون نحن نكتب يا هو يكتب ثم تا أنت أو أنت فنقول هنا أنت تكتب وهنا نقول تكتبين هذه
تسمى حروف المضارع. حروف المضارع علي أنايت، ألف نون يا أنايت، ألف ينوب عن أنا، ونون نحن، ويا هو، وتا أنت أنت أنتما وغيرها. فأي فعل بدأ بهذه الحروف هي تسمى هذا الفعل يكون فعلا مضارعا. طيب بهذا القدر القليل نصل إلى نهاية درسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين والدنيا. طاب توقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.